ما الحقيقة تقاطعنيش. المغالطات شوف هذه الحق. انا غنحلف على القران ما غنكذب يلا مزيانه، جبدي القران، يلا جبدي ونتحلف على القران القران وجبدوا ما انا، غتكذبش. يلا جبدي القران صافي، وجبدوا انا، لحقاش انت شتي انت راك باطولوخيس لو خنا، عرفتي شنو هو يلا داك جبدي الكذاب داك القران ولد وجبدوا الكحبه انا، جبدي داك القران المصرفق؟ وجبدوا انا. وغا اسكت ما تبقاش تعاود الهضره بزاف، انا راك الماء ورد غطاها ما كنبقاش نضيع الوقت. ما سمعتي ديني ولد والو، ما الكحبه ديني والو، انت؟ وراني كنقلب هنين، راني كنخدم انايا صاحبك بحالك ولد القحبه مساليه قبي. شوف كنخدمك ها، لالاك، شوف كنخدمك لالاك اود القحبه، شوف لالاك اش غتخدم لي الزامل، ويلي. لالاك كتبدل دارها يا ود القحبه، قلتي لنا نصيفطو لالاك الفلوس كدير بلا ما بابي تلعبي بانا الطوق، ود القحبه، لالاك كتوجد لرمضان قلتي بلا ما الموسخ تلعبي ماشي الطوق، بحال وكان الدوسكي قلتي في لنا الله يبات. كتهلينا فيك وصابوا لك دارك اش وعمالك غتهلا وعيشك فيا يا مشكل. ود القحبه؟ الله ينعل طب انا امك اش هتهليتي حتى في مرتك ما كتحويهاش، غتهلا فيا انا يا اي السكين يا اي الخامجي اي المعفن. اي الله ينعل صبابر امك يا ود اي القحبه، تعرفوا تهضروا. جبد بكره القران شريفه ود عليك، القحبه بكره وحلف، شريفه عليك، حلف هادشي اللي بكره كتقولوا عليا شريفه عليك. كله حقيقي، حلف وانا غنحلف. يلا خليني جبدي نهضر، القران، خليني انا نهضر نحلف وانتي الزعما. مالك حلفي. ترعد؟ ما مالك كان ترعد؟ انت اللي مالك كترعدي، انت اللي ترعد؟ صوتك، انت صوتك كيهرب لك. اجي دابا جبدي وي القران حلفي صوتك، وانا نحلف امام الملأ. صوتك صوت سرد فالك سرد. انا كنشرب الماء، نهج نهج ود القحبه، نهج كنشرب، معايا نهج. كبي الماء، كبي الماء على استغفر الله راسك، الغفور كبي الماء العظيم. على راسك. هاد القصه اللي يلا غنعاود لكم وهاد القران الكريم الا ست فيها حرف بغيت تخرج فيا الذنوب في هاد رمضان تبان فيا يا ربي، الا كذبت على هاد السيد بغيتها تخرج فيا في هاد رمضان يبان فيا العربون. مزيانه القصه باختصار كالتالي، ما فيها حتى شي حاجه. سيد دخل عندي الجروب ديالي في ها هو، ماسنجر، ها هو القرآن، ها هو خليني القرآن، نهضر وديك الساعه ثلاثة من تجي تهضر وما نسالي عليك. أبو محسن وما شريف عليا تقاطعش، واش تسالي وحلفت أنت وأنت هي ما تقاطعش، خليها تدوي. شوف ماسنجر دخلتي عندي الجروب سي بون، ما كنتش كنعرفك. فلان كاين عند بو عبون في لاباج ديالو صاحبو الطنطن، مرحبا بك. جلستي معانا شويه في الاول كنتي غادي جاي، انا قلت لك ما غنكذبش ما غنضيعش عليك كلمه الباطل، كنتي غادي جاي ما كتكثرش بزاف، بقيتي نقي بقيتي بلاصتك نقيه. وقع لي مشكل مع واحد خونا في لاباج دار عليا اللايفات، نطي نتايا تلاحيتي بلا سليب وقلتي انا غندافع عليها باش تبان وطلع لاباج ديالك، حنا عارفين هاد المصالح، عارفين كيفاش كتنقزوا. اوكي درتيها وجيتي اختي سوسو وهادي ومشيتي دبستي عليا في داك لاباج وكذا، كلها مصالح لحقاش كانت عندي باج كبيره وانتم عندكم الغرض فيا، معروفه هادي سي بون. دخلتي عندنا المره الثانيه اللي كان زهير وكان هادي، وزهير هو حي، زهير حي نجيبوه يشاد بالحق. دخلتي المره الثانيه تسكر وتبقى كتهضر، ما كتخلي حتى واحد يهضر، كدير لنا البلباله، بقيتي كدابز لنا في الجروب، كتنوض الصداع، كتشعل لنا الكاميرا، كنتي كتضرب الكارطه في الفيسبوك، نكر كنتي كتضرب الكارطه في الفيسبوك ديك الوقيته، بديتي كتطلع كتجبد لي الصداعات في الجروب، ما كتخلي حتى واحد يهضر، بحال هادشي اللي كنشوفوه في تيك توك. جيت انا في يوم من الايام قلت ليك كنا في ذاك الجروب وكلكم كنتو سكرانين وانا كتقاطع عليكم الشراب والكاميرات في ذاك الجروب، وخديتي راحتك انت والسيمو ياك، خليناكم بلاتي خليناكم، انا كان ممنوع عندي الشراب اوليدي وغتهضر مشي نقود ندير اللايف ديالي سي بون. جيتي نتايا نطي واحد الليله دا 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 ومنوض الصداع والقرباله، قلت لك حسن راه هادشي بزاف يا حسن اخويا، راه درتي لنا الاراره، راه حتى واحد ما كيزعم يقولها لك. شنو درتي انت؟ هزيتي موس قلتي لي شتي انت نهار اللي نشدك غندبحك من هاد الودن لهاد الودن، قلت لك ايه اياه على كدابه، اقسم بالله وانا شاده المصحف وزهير كان حاضر غادي هو قال لك انا حلفت، قلتيها قلتيها انا هو قال لك انا شاد، طلع اخويا طلع 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 طلع، خليني نكمل هضرتي هي كان حلفت على راسي واحد الشاد بلا شغل كي داير الشاد. القصه ديالي ولا غنقود؟ ما تبقاش تطلع اللايف عليا تقول لي هذا الشاهد، خليني نكمل. شو ما نطبر امك عليا نقود 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 نقود، شو ما نربي. خليني غنكمل، انت ود القحبه درتي يدك في يدهم وانت ما عارف والو شنو واقع بيني بينهم النهار الاول، سي بون. صاحبي هادشي بصح اللي قال شيت السيده وعلي. واش انا حلفت على القران؟ خلوني نكذب وتخرج فيا. طبر امك راك تشوف كومونتير انا شاهد هو ود القحبه ما شاهد. خليني نهضر، انا حلفت ياك حلفت خليه سيدي حلوفي يضربني سي بون، ما قال لنا عيب. جا السيد، جا السيد نيشد عليا ذاك الموز، درت اها والشهود بزاف، درت اها قلت ليه ياك، قلت ليه واخا، رديتها ضحك مشيت. شنو درت؟ مشيت عيطت لواحد البنت كانت معانا ريفيه صاحبتي، قلت ليها فلانه هاد خونا حسن بغيت نخرجو من الجروب لان كلشي كيتشكى منه، ولكن بغينا نجرو الشعره بلا عجين، من العجين بلا ما يحس به شي واحد، ما بغيتش نطيح به حدا الناس لحقاش انا كندير لي لايف وانا معروفه، غيقولوا خرجاتو من الجروب ما بغيتش نستهزئ به. قلت ليها عرفتي شنو هو؟ راه دغيا عيب وخايب، جبديه وغادي يجاوبك غادي يعايرك، ملي يعايرك خرجيه.
داكشي اللي دارت. انا مشيت نعست خليتها هي معاه، طن طن قالت لي شي كلمه، قال ليها القحبه فعلت تركه، دارت له الرق خرجته من الجروب. الغد ليه وجا زهير ومشى عنده الدراري وقالوا له راك قربلتيها حسن، درتيها خيبه، داكشي علاش خرجوك من الجروب ياك. الغد ليه عيط ليا، الو سوسو اسمحي لي بزاف، داكشي اللي وقع البارح راه سمعت باللي راه تخروطات وكنت سكران وطنطن. قلت ليه ما كاينش مشكل، قال لي راه خرجوني من الجروب. قلت له عرفتي حسن شنو، غبدل ساعه اخرى خليها السيمانه تدوز، وهذه وقعوا بزاف مشاكل ديامات، ورجع مرحبا بك. قال لي هاني اختي سوسو اسمحي لي والله بزاف وكذا. قلت له بسلامه بسلامه، مشيت في حالتي. وقعوا مشاكل في جروب، تفرتكنا سدينا داك الجروب. انا جمعت راسي درت واحد لايف، قلت لهم انا ما غنعاودش ندير لي لايف، صحابي وهادي كلنا قربلناها مع بعضياتنا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. قلت لهم صافي انا ما بقاش ندير لي لايف، خرجت. واحد دو سومان حتى كتجي عندي السيده حبيبه صديقه ديالو، كتقول لي يا سهام ما ديريش في خاطرك وهادي وهادي وكيوقع هاد الشيء، وانا تفاجأت بهاد الشيء. اش واقع حسن كان داير عليك اللايف البارح، اش كتقولي؟ قالت لي اه علاش ما في خبارش؟ قلت لها ما في خباريش. قالت لي بلاتي نعيطوا له، دخلناه في ابل واتساب. اجي حسن واش بصح هاد الشيء؟ قال لي آه ايوا انتيا طريتيني، انت صيفطتي لي فلانه وقلتي لي تخرجني من الجروب، لحقاش هو ما كانش عارف، وصلوها ليه وكذا، وطلع لي الدم. قلت ليه ولكن، قلت ليه انا درتها باش ما نستهزئش بك حدا الناس، باش ما نضحكهمش عليك. قلت ليها اجي تشاور معايا، اجي قول لي اش درتي هاد الشيء، ولكن دير عليا لايف وتخرج فيه وراق وتهمني بنصابه وفعله وتركه، وانت عارف انا ماشي نصابه حشومه لا. قال لي واه المهم، قال لي شوفي سيري تشوفي اللايف وديك الساعه نتفاهموا. قلت ليه كيفاش اللايف مازال مسجل؟ هذا الشيء في الصفحه ديال بو عبون. قلت ليه هذا الشيء مسجل؟ قال لي اه. قلت ليه سي بون ما غنجاوبكش دابا تنشوف اللايف. مشيت رجعت لذاك اللايف كنلقى فيه نصابه والاحتيال وخروج في الليل وكتسهر وكتعطي وكدير وكتفعل واللي كاين واللي ما كاينش. اواه تما قلت ليه عرفتي شنو؟ وانا صيفط له اوديو كنعقل بحال اليوم، قلت ليه شتي هذاك القوه ديال حسن ما كانش سميتو بابا، كان سميتو حسان. هاد بابا دارها منين دخل انستغرام باش يدير راسها فيه شريف عفيف وماناجر. المهم قلت ليه حسن قواد غادي نجاوبك في لايف. قلت ليه انا ما عارفاش اللايف وصل بك حتى لهاد الدرجه وهاد الوقاحه، ولكن وصلت لهاد الدرجه غنجاوبك في لايف. طق بلوك ومشيت درت اللايفات ديالي حتى انا. شكون بدا؟ هو اللي بدا حشيه الهضره في الجروب، هادي الرعه اللي ناضت على هاد السكره الخايبه اللي كيسكرها. من الاخر درت عليه لايف، هما كيجيبوا لاباج 20 واحد، ها الظلمي ها فلانه فرتلان، شي كيطلع شي كيهبط، سيمانه كيقولوا لي قبل راس العام، وعندي الدليله كلشي غيتحط في لايف، كلشي غيتحط، عندي الدليل. اه غطلعي طلبي منا السماحه، على ما نطلب السماحه ود القحبه؟ شكون اللي دار اللايف على الاخر الاول؟ ها انا غنطلع نطلب لك السماحه، ملي غنطلع ندافع على راسني خاصني نولي انا نطلب لك السماحه. يدك في الزب، انا عطيتهم اللايفات انا بوحدي وما 20 واحد بحال دابا، نفس القضيه كتعاود نفس القضيه. خليني نهضر خليني نهضر، عندي الدليل خليني نهضر. لا باش الناس غادي يفهموا كل شيء. ديري بوز، مازال ما كملتش باقي ليها الطريف وغنكمل. ديري بوز، هضرتي ثلاث ايام، هضرتي ثلاث ايام عقلي 10 دقائق. لا انا ما كنهضرش، انا هضرتي ثلاث ايام وانت ما في اللايفات. وصاحبي شد وشي عاد وانت ساعتين جيت تساري، خليها جيت تساري بزاف اصاحبي. تساكلك ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش، هضرتي وشبعتي انا يلاه طلعت سي بون. انا غادي ننزل وخليها تا تكمل على خاطرها. والله ما تنزلش شوف غادي تحبس هنا غادي نكملوا عاوتاني. وخليها تكمل اصاحبي ديك الساعه انت تهضر، ما تسكتش الميكرو. لحقاش هذا الشيء اللي كنقولوا عندي ادله، عندي عليه ادله، ما كنهضرش من فراغ، عندي ادله. لايفات مازال مسجلين، جاو قالوا لي غاطلعي غاتحطي راسك وغاتقولي الناس محيلنا، وجاو كيدخلوا لي هذا من يجي تناقش معايا وهذه دابز معايا وهذه دابز معايا. ديك حبيبه دارت فيا ودالي طلعت عندي في التيك توك قالت لي اسمحي لي اسمحي لي، قالت لي اه مشيت مع ناس اخرين واثروا عليا ومشيت معاهم اسمحي لي، قالتها لي في تيك توك هنايا، وتجي تقول لي الله ينعلك. قالت لي انت القلب البيض السهام وتخدعت فيك ديك الوقيته وسمحي لي، لقيت صاحبتي كضرب فيا معاهم، لقيتهم 20 30 واحد طالعين هابطين وانا معاكم بوحدي. في الاخر ليله دراس العام ديال 2020 ديك الليله قلتوا لي عندك حتى 12 الليل، الا ما طلعتيش طلبتي السماحه غنفرقعوا الميش، كتهدوا فيا بحال دابا اللي عندنا غنخرجوه، انتم ما عندكم حتى قلوه من غير اللي خرجتوه. اوكي جيت انا درت لكم اللايف في النهار، عندي الدليل، عندي لايف، عندي لايف ملي غندير اللايف ديالي وغنبين كلشي على خاطري بشويه بشويه نقطه بنقطه. حنا غاديين قلت لكم اوكي اجيو تجمعوا كاملين غنطلب منكم مسامحه مع 12 النهار. جيتوا كاملين جمعتوا وانا نقول لكم اجيو اولاد القحاب
وانا نجبد لكم الاوديوات ديال حبيبه. ديك الساعه حبيبه شهر وانا كنقول لها عطيني اتساع. والمراه راه غادي نجبدك، راه عندي اسرارك يا مسخوطه. والو وانا نجبد لكم، او بديت كنجبدك انت وكنجبد لك الظلمي وكنجبدكم كلكم، قلت لكم يدكم في الزبه ولاد القحاب. ودابا عندكم شي قلوه غادي نطلعهم هاد الليله هادي مازال حيين. قلت لك عندكم شي جيبهم، انا عندي لايف، انا عندي لايف، كلشي غادي يجي. جيبهم انا عندي لايف، انا عندي لايف، جيبهم انا بغيتك تجيبهم، عندي لايف. ها هو ها هو اللايف، ها هو ها هو اللايف ديالي، ديال اخر لايف درتو عليكم، عندي مسجل. سي بون، قلت لكم يدكم في الزب، والله لا كانت لطبنكم شي مسامحه يا ولاد القحاب. غتجيو نتوما طيحوا لي انا راسي. هبطت انا من داك اللايف، درت ديك السويعه ديالي، طلعت نتوما. والله يدين مها لبقات فيها، والله هذه هاد الليله، هاد الليله في الخضر ما لعبتش امين. تيهبط بابا حسن ما درت حتى قلوه. هاد بوعبو السامل عاتبتو عتاب واحد قلت لي علاش شي طفله ديالك. ما غايت امين وما غاتطلعش شي سيري بابا حسن، وغادي بغيتي تطلع ديك الساعه. ما غاتناقش انا مع هاد ولد القحبه المسيحي اللي اصلا مربي ولد المصري، ما نتناقش مع هذاك. هذاك ما تناقش هذاك، انا الله ينعل طبون امك وطبون ديالك. ما والله يحرق بوك وبوه، والله ينعل جدك وجدو، والله ينعل طاسيل الزامل تعبوك، الزامل تعبوك. مزيان هو انت وبعبون ولدك الزامل اللي فيكم ريحه الزوامل ولاد القحاب. انت عندك ولدك زامل وهو زامل، تلاقيتو. كمل تفضل. ما تقاطعيش ما تقاطعيش. ابقى تقولوا لي ما تقاطعيش ما ربكم. ما تقاطعيش 20 مره. جمعوا قلاويكم حتى انت ولد القحبان. شتي انت هذاك البرهوش اللي وليتي دابا صاحب باباك ولد القحبان، انت وليتي ولد باباك. كانت عندك قيمه وكانت عندك شان وهيبه، طيحتيها على خر ايامك. على من؟ واحد سميتو بوعبون زامل في غريندر، وواحد باباك ولد القحبه ديما سكران، ديما سكران، ما حاول حتى مرتو. مرتو ما مشبعاش حوايج. والله حرق طب ما مكلف الكماره. وهذا الكتاب الكريم هذا حتى نقول الصراحه ولا غير الحقيقه. اوكي، اي حاجه خرجت من فمي راه حقيقه. والله الكذوب ديالو الا كذب يا ربي، يا تخرج فيك يا تخرج فيا. وهذه العواشر هذه وحنا مقبلين على لاحظوا انه سكران وكيحلف على القران. عندك تنساو هذه النقطه المهمه. سكران كتشرب الشراب في الفنجان وكتحلف على القران. سير هدى العلاوي. ماشي مشكل، ماشي مشكل. اوكي الاخوان الكرام، اخوات الكرام، تصنتوا لي مزيان وعطوني خاطركم. ماشي برنامج، سامحيني يا ود القحبه، دوز في الموضوع. واش كنتي هو قطعي الصوت؟ راه كنضرك انا فاش كنهضر، راه كنضرك. كنكره طبون امك، وكنكرهك يا ود القحبه، وكنكره الزامل. كيما كتكرهني كنكره طبون امك. ما كنحملكش انت براده، انت معفن، انت ما مقبولش يا ود القحبه، وانت نكيره. انت مرتك كتصرفك يا ود القحبه، انت مرتك تحولك مع صاحبك، انت مرتك ما كتحملكش، ولدك ما كيحملكش. كيفاش غنحملك انا؟ والله ينعل اقحوب انا اللي خرعتك. هضر. ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل. اقطعي الصوت وما تجاوبيش، ما تهضريش. اقطع لامك قلاويك الا ما دخلتيش في الموضوع. راه هذا صاحبي واش نهضروا مع القحاب؟ انا عاوتاني لقيت الطبون امك الى يوم يبعثوا. لا 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 لا، الصوت ديالك للطبون امك وتصنتي الرجال. فاش الرجال فاش الرجال يهضروا معاك تبقى تصنتي يا القحبه. السبان ديالك ما مربشه والقحبه ديال بصحه. سيري يا بنت القحبه، بقى تصنتي الرجال ولا روحتني كيما والقحبه اللي تهضر على بوعبون الزامله. والقحبه اللي سمحت لك ولدها في 19 تخرجي. عام. سيري خلي خلي، ماشي مشكل. والقحبه اللي ولدها راه باس والرعد. سياح سياح سياح. والقحبه اللي باس لك ولدك الرعد. سياح خلي خلي خليهم يتفاوشوا. لا 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 قالت لك رعد باس ولدك، قلت لي خليهم يتباوسوا. شغل لا لا لا، سنسى هضر 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 هضر. راني عارف خليها خليها ما عندها ما يتقال. اسمع الاخوان، هاد الانسانه ما كت... لا كتعرفني ما كنعرفها، هي كانت متبعه الحقيقه في دقيقه من الغربه. الصفحه هو يا ربي خرجوا في ديك الحكايه. خليني نهضر. سير سير راكي راك راكي نشير راكي نشير نهوز محليين. ومازال ما درتش شي حاجه وكتنقص. خلي الدخيره، خلي الدخيره وتصنتي وتقلبني. عرفتني عن طريق امين مالمو، كتجي كتكتب لي. ديك الساعه كان الكونفينمون، كنت كندير لايفات كنوري سويسرا الطبيعه الخلابه طاطا هذه كتدخل عندي. تحياتي بابا، تحياتي حسن سي حسن. هذه حتى هي كدير لايفات كيبارطاجيو ليا كندخل. هذه درنا معرفه
اوكي. واحد النهارات قالت لي حسن دخل عندنا الجروب، عندي واحد الجروب زويون غزال بحال وجهك بحال هذه بحال هذه. دخلت لقينا ناس هذه فعلا تعرفنا عليهم، هذه هذه ما كاين حتى شي مشكل. دابا انا هي واحد الانسان اللي شويه مريضه، فاش انسان كيهضر بزاف اولا كيطلع شي شويه الصوت، عنده الاحباط الصوتي شي شويه قويه ولا شي حاجه، هي راسها كيضرها، كتبقى تقول لها خلاص اسكت انت، انت سكتي انت هذه، ولات كتقمع ديكتاتوريه في الجروب. انا ما عزيزش عليا داك الشيء، فاش هي كتبغي دير هذا كنقمعها امام الملأ، كنقمعها كل خطره، كنقمعها كل خطره كنقمعها. شنو قالت حقه والواد كان معاها واحد سميتو نعمان، واحد الكليب ديالها وواحد فوفو نسميهم، واش فهمتي؟ وهذاك نعمان هذاك عندي حساب معاه صاحبه قبل كتخرجت فيه طول وعرض، وبقى وحط الشوكه عليا. هذا مشى كيعمرها، هذه راه دايره بحال 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 ديك الساعه، هي كتعمرها كتقولها كيعمرها في صونيك مع السبعه ولا سته الصباح كتنوض صوني، ماشي مشكل ما عليناش. جاتنا انا سيدي واحد الليله الحلوه كانت كتصاوب الحلوه، هي كتصاوب الحلوه من 11 ديال الليل حتى الربعه ديال الصباح، شادين معاها الستون وهذه وهذه. قلت لها شوفي كتصابي الحلوه كتورينا، قلت لها شوفي انا صيفطت لادريس ديالي، صيفطي لي الحلوه، انا صيفطك الشكلاط من هنا، يعني صداقه ما كاين حتى شي مشكل زعما. ديك الساعه حنا قربنا رمضان لا ماشي في رمضان ربي بعيد، فهمتي؟ قالت لك اوكي ماشي تم. والغد لي عاوتاني طلعنا في الجروب هذه، بقات تقمع في عباد الله هذه، دخلت فيها طول وعرض. قلت لها ودي راه هادشي اللي كديرها ما مزيانش، بقات تقمعي هذه ما عجبهاش الحال. اشنو هي؟ مشات وصات وحده سميتها بيبيشه، قالت لها راه السيد راه سكران سيري نغزي سيري. حنا جالسين في ابيل حتى السيده كتسب ليا في الوالدين، ديك ما هيك لاباس، بقات تسب في الوالدين تسب في الوالدين، بغيت نسبي حتى مشيت بحالاتي. قلت لي مشي طرت من الجروب، عيط لها قلت لها ودي شنو كاين، عيط لي واحد الدري صاحبي ولد البلاد قال لك لا حسن وهذه وهذه راك راه البارح تسبيت وانت وديك البنت وهذه راه صيام. قالت لي سير ترتاح، وهي تصيفط لها جوج اوديات راه مازال عندي، واخي سير ترتاح هذه. قلت لها ماشي مشكل. جاو عندي من بعد داز جوج سيمانات، جاو عندي شي ناس قال لك ودي راه مولات البلان هي سهامها، علاش وعلاش 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 يا ودي؟ الا كنت شي حاجه انت اللي جبتيني للجروب قول لي اخويا حسن الله يعاونك سالينا، ما تحرشيش عليا وحده تجي تسب ليا في الوالدين وهذه، يعني انت مخوره عزيز عليك هكاك الى يومنا هذا، مازال عزيز عليك تخوري هنا تخوري هنا، ما عليناش ماشي مشكل. جاو عندي ناس اللي كان عندها في الجروب كانت قا معاهم، جاو عندي عطاوني كاع الادله، نصبات على جمال ديال 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 السعوديه يجي حتى هو يشد داك الدري اللي طلع ديك مرات عزيز في اسبانيا، نصبات عليه، عاوتاني نصبات على على واحد الدري في المانيا في 500 اورو كذلك، وعندي كاع الاوديوات كاع كلشي كطلبهم. قلت لها جي انت جي انت كتعدى على عباد الله، انا اللي غادي نفرشك، واش كاين شي مشكل فرش وحده نصابه؟ قلت امر امام الملا، قلت لك هل هل الواقع المر ديالك امام الناس، انا ما عزيزش عليا المخرويدون والنصابه من حقي، من تما هزيتي عليا الشوكه بقيت عليك زدك زدك، نعطيك 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 سالينا. مشيتي مشيتي بحال مشيتي للانستغرام، جينا جيت للانستغرام اشنو حق انا انا كنسربي لك، انت راه فاهم الموضوع والناس راه غادي يفهموا راه ماشي يمكن الخير. جيت للانستغرام قالت لك اه شي راه حسن وراه ماشي سوسو ديال ديال الفيسبوك دابا راه وليت قبيحه وليت مترينيه مزيان. قلت له فين المشكل ما كاين حتى شي حاجه مالك؟ وقالت لك راه تحاربت مزيان هذه، يعني السيده عارفه بانني ضارها ضارها وضارها ضارها بالمزيان، سير ما عليناش. جات جا امين جا هادي جا هادي جا هادي، وانا كنشوف الخبت ديالها كنشوفه كنرجع للور ما كنقول حتى شي حاجه، كيشد كتشد في امين كنرجع كتقول حسن بابا حسن اللي كيحرشوا في البريفي بابا حسن هادي، انا واقف لك ديما في حلقك ديما واقف لك في حلقك، علاش الله اعلم حقاش فرشتك بانك انت نصابه من حقي، وعندي سكرين دابا نوري امام الملا بان ذاك النهار فاش درت عليك لايف هو امام الملأ نوري للناس بان درت عليك لايف ها شمو ها فوقاش غادي ندير عليك لايف. وي جاري بابا وي اتون دو سكوند ها انتوما الاخوان باش ما تقولش داكشي راه بالدليل بانها السيده ما عرفاش يبان لكم الاخوان. ها انتوما السلام عليكم، ترقبوا مباشر مع الثامنة مساء على النصابة سهام هولندا. هذا شوف راه كلشي كاين، راه كلشي كاين الاخوان،
بانني جيت فرشتها، هي ما عجبها بحالها بحال قطعت لها رزقها، من تما وهي حاقده عليا سالينا. وكاينين الشهود، انا كنعطي غير بالادله. انا شي حاجه اللي داس قدام امام الملأ في الجروبات، علاش الناس ديال الجروب جاو عندي انا كاع كاملين وجاو تشكاو منك؟ يعني انت انسانه مجرمه، انت انسانه ماشي معقوله، انت عزيز عليك تنصبي على عباد الله. كان عندها جروب وكانت كتسعى بواحد الدري سميتو فوفو، كان مختص شي شويه عقليات شي شويه غارب ليه كما كنقولوا، يعني بقات كتنصب به واجي نجمعوا ليه مسكين واجي نديروا له هذه. وخرجات على دري مسكين، كان صاحب ما عندوش الاوراق في فرنسا، دابا انا خرجت عاودت عليه مع قصه صاحبته الجروب باش انت كملتي، سعيد حاش انا نقدر نكمل ممكن يلا نعلق كملي. على انا غادي قصه نثبت، الجروب. يلا كملي كملي. انا غنقول لك كلمه واحده اللي غتفصل بيني وبينك، انا حلفت على القران وقلت القصه ديالي ياك، انت حطيتي يدك وخاسك رانا القران وحلفتي فيها. انا ما انا ما غنناقشكش، سكرانش، انت كتقولي انا ما المسؤوليه ديالك غنناقشكش امام الله، وما انا ما غنقولكش سكرانش. كتكذب. علاش انا حلفتك على القران؟ باش انا ما انا مضطراش كنحلف والله ندافع ما على كنكذب، راسي. اسمعني اسمعني، وحق من بعث انا ما محمد ما كنحلفلكش كنكذب، الا باش كنت عارف راسك. الصراحه. شوف الكاذب ديما كيقولوا له حلف، قالوا لي الحرامي احلف، قالوا جاني الفرق. اسمع انا ما غنحلف ما والو، انا حلفت على يدي في القران وانت درتي يدك في القران ونسيتي بانك حطيتي يدك على القران، وكذبتي 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 وكذبتي. انا كنقول الفاصل بيني صافي وبينك هذاك صافي، انا القران حطيت يدي على القران، انت انا راك كنت مشوه. ربي غادي شوف يعاقبني، انت الناس عرفتي القصه كتكذبي ديالي علاش صادقه؟ كتمري عرفتي علاش مغالطات القصه ديالي وكتكذبي. صادقه؟ واخا سيدي انا كذبت. عرفتي علاش انايا الاخر ديالي صادقه؟ الناس غيشوفوك غير الكومبورتمون ديالك من الانستغرام للتيك توك، اوكي؟ غيشوفوا غير ماشي مشكل السكره ديالك ملي كتسكر كي كتولي دير في اللايفات، ماشي ما مشكل كتخلي حتى واحد مشكل. يهضر بلاتي. خليني نكمل، انا قاطعتك ما قاطعتكش ياك، وخليني دابا انا نهضر. الناس ها هي حيه ترزق، شافتك في الانستغرام كيفاش دخلتي نهار الاول، داك السيد زعما اللي ما كيكثرش في اللايفات ودريويش وهادي وكذا وكذا، مع العلم انك مورايا انا ملي سديت الكروب سدينا انا وياك الحرب ومشيت في حالتي، دخلتي جروبات اخرين ودبستي مع حبيبه ودبستي مع جليله ودبستي مع البنات كاملين والعيالات، ورونتيها وجيتي عندي قلتي لي راني مرونه مع فلانه وفرتلانه، وجيتي عندي عند حبيبه قلتي لي انت جيتي عندي، انت اللي جيتي عندي. كذاب وحقدك القران، حسام مازال كذاب، حسام مازال حي، انت اللي سير عيد اللي جيتي عندي الانستغرام، ما بين البنات انت اللي جيتي عندي الانستغرام والناس شاهده، الناس البنات راه مازال حيات، هما البنات مازال حيات. نرجعوا نحلفوا على القران، حلف لي انا اللي قلبت عليك، انا ما كنحملكش. كيف يعقل غنقلب عليك؟ يجيو يشهدوا ويعطيو كيف يعقل في كوفيه ولا كلمه، واذا كنت غلطتي شوف شوف انتوما جماعه المنافقين كما كذبتوا عليا نهار الاول وتكذبوا 100 الف مره. انا كنطلب منك حاجه واحده، كيخافوا منك. انا ما كنخافش منك، انا ما كنخافش منك، هما كيخافوا منك، هما غلبتيهم، انا ما عمرك غلبتيني. وحق هذا القران الا دخل في جروبات وشتت العيالات ودابز مع لبنى الفاسي ودابز مع حبيبه ودابز مع جليله وما خلى معاه من شتت جروبات وعاد جا للانستغرام، اقسم لكم يمينا وهاد العواشر وهاد القران الكريم. انا غادي وحق مولانا ما انا الوحيده، خليني نهضر، انا كنحلف، احترم غير الحلفان ديالي، احترم غير القسم ديالي، احترمني. هاد السيد والله ما هو اللي كان فيسبوك اللي دخل عندكم الانستغرام، وانا غنحط لكم اللايفات الفيسبوك وغتشوفوا بعينكم ياك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كنحلف لكم عمري قلبت عليه، ملي خرج من فيسبوك تلقيته عند نيبالا، جابوا نيبالا وجا عندي هو قال لي دخلت، قلت ليه اواه جاي تابعني حتى لهنا، هو يجي عندي قال لي سوسو راه داك فات مات. الله يسامحك، ولكن عندك تقريني وعندك هادي عندك تفرشني قسما بالله، وهذا القران جا تابعني من الانستغرام حتى لهنا، وهذا القران جا تابعني من الانستغرام هو وبو عبون، وجاو عندي ورحبت بيهم وليت حليت لهم الباب، ولكن عمري ما وليت معك صديقه. عمر اوف لاين، انا راه عمرك تولي صديقه، عمر ما جات معك صديقه، قلت لي قلت لك غادي يبقى ديما. اسمعني نقول لك واحد الكلمه، اسمعني نقول لك واحد الكلمه، انا ما ساليتش معاك، انا غنفتح اللايف ديالي نهار الاثنين وغنشعل لهم لي لايف كاملين، واللي بغى يجي يشهد يشهد، غير اللي جاي يشهد معاك قول له حلف على القران. لا والله ما نفوتك كاملين، والله ما نفوتك. اسمعني انا ما غاديش نجي، انا كنطلقك، خليني نهضر، انا غادي خليني نهضر، انا ما كيهمنيش انت شنو تعرف عليا، نهار اللي تكون كتجيب لي ما نامش وضربوا لي لايك الله ينعم. انا غير غادي نوريهم الخبت ديالك، خليني نهضر، اش من خبت؟ راه كانت 3 سنين 4 سنين انت كتقول الخبت، اللي عزيز عليه عزيز عليه، خبيثه ولا خايبه ولا مزيانه؟ وخليني نهضر، استعمل
مالك ما كتسكتش؟ راه هادشي اللي كنت كدير لي كنهضر عليه. ها والقحبه انتوما، هضري. ها راه ما كيسكتش. ها الدليل جوج حوايج الناس. شوف خليني نهضر، وخليني نهضر اصاحبي، انا سكت من انت كامل كنهضر ساكته، خليني نهضر. الناس شافوك في الانستغرام. الهضره غادي نهضر وغادي نسكت، ما غنخسرش الهضره سيدي، سي بون، خليني ندوز الكلمه ديالي. هاد الراجل شتوه وهو سكران، كيبقى يهضر في اللايفات، كيطلع في اللايفات كاملين، ما كيخلي حتى واحد يهضر، كيقاطع اي واحد، كيدير بالباله، كيتساب مع الدراري الصغار. داك اللي دخل انستغرام ماشي هو اللي جا التيك توك وبين على حقيقته وما مهم. خليني، راه كتشوفوا كلشي على عينيكم. انا مرا وخبيته وما مزياناش وما مشيتش للمغرب وعندي قضيه خيانه وما عرفت شنو. تقول كانوا عايشين معايا ماشي مشكل، علاش نتوما رجال ما كتمشيوش للمغرب؟ علاش نتوما امهاتكم نتوما رجال ما كتمشيوش تزوروا امهاتكم في المغرب؟ هذه 5 سنين وانا كنعرفك انت وبو عبون، ما عمرنا شفناكم هزيتوا فاليسكم مشيتوا تشوفوا امهاتكم. انا سيدي مرا حقيره وما مزياناش وما عنديش الوالدين. خليني نهضر، هنا عندي غير امي تما راه كتجي. خليني نهضر، خليني نهضر، خليني نكمل. ماشي بيلا، عطينا الدليل. ما عمر امك جات لعندك، ما عمرك شفتي الوالده ديالي عندي. ما خرجتي من روتردام، انت حياتك كلها كتوريها لنا في لي لايف. وانت مرات خليها الدواء بابا حسن، بابا حسن خليها الدواء الله يرحمك الوالدين. اقسم بالله وراس ولادي وهاد القران الكريم، شفتو في الفيسبوك كان كيضرب الكارطه كيشوف الناس، الله يعطيني مصيبه في هاد العواشر. واش كان كيهز الخط؟ واش كان كيهز الخط؟ كيهز الخط في البنات في 2020 في 2019. حبيب الله، حبيب الله، اقسم بالله وهذا القران الكريم. يا كان كيدخل البنات كيهز لهم الخط في اللايفات والشهود اللي في فيسبوك يجيو يشهدوا. اقسم بالله وهذا القران يخرج فيا دابا ما نرجعش لداري الا كان كيهز الخط للبنات وكيقول لها كتخوني فلان وكديري فلان. ها هو هذا قسما بالله الرعد. اسمع اسمع نقول لك، والله حتى ورا مرتو بالكومبينيزون في اللايف، اقسم بالله العلي العظيم. وهذا القران واحد خونا قال ليه ما عندكش مراه زوينه في الدار، مرتو حداه متكيه عريانه، دار لي ها حط فيها الكاميرا، قال لي اقسم بالله لابسه كومبينيزون قحله بحال اليوم. هذا القران حتى كانت لابسه كومبينيزون عريانه ديال النعاس، عرفتوا ديك الكومبينيزون اللي بزاز كيبانو بزاز لها وفخاضها باينين. يا ربي تسمح لي وانا شاد هذا القران وبقى كيقول له شوف المراه اللي عندي في الدار. والله تيخرج فيك، والله تيخرج فيك، ويا ربي يخرج فيا الا كذبت. والله تيخرج فيك دابا فاش كتحيد فيها هكا وكتطيحي الباطل. انا والله شوف وراه تيخلي وتمشي، وراه تيخلي وتمشي للكنازه. انا ماشي بحالك، انا ما ضحيتش بالقران عليك انت، انا ما ضحيتش بالقران. كنتي سكران ووريتيه مرتك وكتجي لهنا كتقول ليهم المنافق ديوتيين، حنا ما كنوروش عيالاتنا ورجال ديوتيين. ما تبقاش كذب، قلتيها وعاود قلتيها وعاود قلتيها، ملي كتسمع شي حد على صحته ولا مرتو كتقول ديوتيين، انت منافق. انت وجهك فيه الكلف، وجهك فيه الكلف واو، وجهك عام الكلف. واش نوري ليهم بلا فيسبوك؟ انا اللي كتعيب لي وجهي، انا يا اللي مراه والده 4 الاولاد، انا ما عنديش وجهك فيه الكلف، وجهك فيه الكلف وتعيب عليا انا. انت خشيتي ديل دوف سبك وقلتي لي انا مقيم عليك، وانتي راه وجهك فيه سيكاتريز رايكه، والله انت مقبوله عليك وبوكو صاحبي، راكي معذبه، راكي معذبه، وكندخل في الخاطر عليك وحق مولانا، فهمتيني؟ والنفسه وكيمشي ليها الكلف، وانت ما بغاش يمشي لك الشر اللي فيك. ودابا كتشكري نشكر راسي، ما اللي غتسناك انت يا ود القحبه تشكرني، خص الناس يشكروا، راه الناس انت اللي تشكري راسك، انت اللي كتسنى الناس، انت اللي فيك هذا المرض ديال الناس شنو غيقولوا عليك. الناس يشكروك، ماشي انا اللي نشكرك ولا شي حد، انت من ديما فيك مرض كتسنى الناس يشكروك، كتبغي توضح الصوره ديالك وتزينها. اجي دابا اجي دابا قولي لي، قولي لي قولي لي، خرجتي على حقيقتك، شكون اللي جبد لك ولدك ديال المرض؟ قلتي على حقيقتك، قولي عندي غير جوج بنات. اقسم بالله ولدي ما هذاك ولدي ولا داك، علاش عمرك قلتي لهم عندي ولد في المغرب؟ علاش عمرك قلتي لهم عندي ولد؟ كنت كنقولها في الفيسبوك الكذابه والباريزي ناشط، عمرك قلتيها في الفيسبوك؟ عمرك قلتيها في الامير؟ قال لها دخلتي الانستغرام كتقول لهم عندي جوج بنيتات، وخليني نجاوبك السامر، خليني نجاوبك، عندي ولد عمرك جبتي لك؟ خليني نجاوبك اود الاخرى، بابا حسن، بابا حسن، بابا حسن، خليني نجاوبك اصاحبي، راه ما غيسكتش، راه سكر عاوتاني، وخليني نجاوبك بابا حسن اصاحبي، ما غيسكتش، انا كنعرف دوي 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 دوي
اولا باش عرفتي ولدي سميتو سفيان ولد القحبيل وكنت كنكرو، هذه اولا. قولوا شي ولد حط ليا انت باش غتاكد هذاك السكري اللي كتجيبو كتلعبو به وهذا القران الكريم نرجع نحكم عليه، الا نتوما اللي جبتو دري داري له فو كونت ومدخلينه عندي في لاباج. بلاتي انا نعطيك الدليل. ويلا جبتو ويلا كيف يعقل؟ جيبولي راه 20 عام كتقولي غنجيبو لك. ويلا طلعتو لك خليني نهضر. نهار 2019 درتو داك الفو كونت كريتو دخلتو لاباج ملي كنا مدابزين، علاش هاد الولد سبحان الله ما غيصيفط لي غير في الوقت اللي انا وياكم مدابزين؟ اه عاد لي غيصيفط لي ونرجعوا للادات اللي مصيفط فيها داك الولد كتقولوا داك الميساج ورجعوا للادات اللي مدابزين انا وياكم، غنلقاوها نفس السيمانه. هاد الولد طلع لي من تحت الارض. اوكي انا معاك، خليني غير نهضر الرعد. الله يرحم لك الوالدين. نقول انا هذاك ولدي وكاتب لي هاد الجريده كلها، ياك غيجي عندك انت ما غيجيش عند مول الكونت، ما غيطلعش في اللايفات كلها ويقول لهم هذه امي كتنكرني، غيجي عندكم نتوما بالذات. هاد الولد ما غيقدرش يوصل ليا من بين اختي و ديستروز عشيري، ديستروز ديستروز تشيم عشيري، تي شي واحد ما يدير ليه ميول. ديستروز تشيم عشيري تي واحد ما يدير ليه ممكن نهضروا. هاد الولد اللي كتقول، هاد الولد اللي كتقولي نجيبو لك، يا قلتيها في 2019 مي درتو داك الكونت قلتو غنجيبو هاد ولدها وراه كيهضر معايا في بريفي، علاش ما جبتوش لي حد ديال اربع سنين هادي؟ ربع سنين هادي نتوما كتقولوا غنجيبو داك الولد، علاش ما جبتوش لي يومين هذا؟ هاد الولد علاش ما جاش عندي الكونت ديالي؟ علاش ما جاش عندي الكونت ديالي حتى انا؟ وغايقول لي اه هذيك القحبه هذاك راه ميساج، هذاك راه ميساج في اللايف ديالك، هذيك غادي نجيبو غادي نجيبو غادي نجيبو. كنا حاضرين كاع كاملين، راه جاب لي الطفل من الادغال وقال لي هذا ولدك. سمعتيني؟ كنطلب منك حاجه وحده، غادي تجيبو غادير له ميوت ولا نقود حالاتي؟ والله صافي سالينا. غادي ننزل وطلع مالمو باش ما تحاموش عليا. هو غيطلع لي مالمو واش انت راجل اللي عنده مسؤوليه ولد القحبه؟ والله يحرق طبون امك من هذا المنبر. سمعني انا بغيت هذا الولد تجيبوا لي فعلا كما كتقول من 2019 غتجيب لي هذا الولد وغيطلع في اللايف وغيجبد الباسبور ولا لاكارت ناسيونال. صافي يا صاحبي انت خويا حبيبي، خليني نقول هذه الكلمه مهبط في حالي الله يرحم والدين. ودسترو انت خويا وحبيبي صافي قلب صافي صافي يا صاحبي صافي. واللي بغى يسبني العام طويل، اللي بغى يسبني العام طويل انت شكون دوا عليك ربك انت؟ دور تحوى انت يا شوف انت ما غنهضرش معاك دابا، راه غنستغلك في هذا الحين، مستغلك في هذا اللايف. اسمع ود القحبه، انا بغيت داك الود اللي غتجيبوا لي تحط لي لاكارت ناسيونال ديالو ولا الباسبور كيكون فيه اسم الام والاب. الا طلع ولدي سميتو، هاد ولدي اللي غتجيبوا لي سميتو الام ديالو سلاف سهام حسني، ها العنق ديالي ديروا فيه اللي بغيتو. مزيانه ها عنقي حكموا عليا باش ما بغيتو. قولوا لي سدي تيك توك، قولوا لي عري زكك نعطيه، وقولوا لي ندبحوك، غنقول لك ها عنقي ذبحها ود القحبه ذبح، ولكن جيب لي بابير ديالو ويطلع بوجهه ويقول لك هذا ولدي، وديك الساعه نطلع لك انا ولدي الحقيقي. مزيانه؟ واش مزيان هذا العهد ولا لا؟ ها انتم هاد الناس قولوا لنا واش هاد الفكره زوينه ولا لا. جيب لي هذاك الولد وانا غنجيب لك ولدي الحقيقي. ابغى مالمو يدوي معاك، عندك الجرأة دوي معاك ماشي على الجرأة، انا خصني نخرج المالمو السامل مالمو ود القحبه يجي عندي اللايف ديالي ويقول لي بغى نهار الاثنين ود القحبه ملي نجبد الطبر ام جريندر اللي مكوز فيها ود القحبه، اجي ديك الساعه قول لي نتواجه انا وياك، والدلائل اللي عندك خشيهم في الزامل في الزك ديال امك اللي ماتت وما مشيتيش تعز زي فيها ود القحبه وكتقول لهم خالتي اللي ماتت، هذيك امك ود القحبه اللي ماتت وما شتيهاش هذه 7 سنين ولا 8 سنين وماتت وما قدرتيش تهبط. ود القحبه طلع قول لي بغيتي. الله ينعل طبون امك انت على برهوش اللي وليتي باباك حسن يا ود القحبه، تبناك وتبناك بو عبون الله يحرق طبون امكم كاملين. اتفو على الزامل بوكم. اديوس.